السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده مهم جدا للبحث العلمي، لأن هو فيه شوية مزايا حلوة. أنت بتاخد النص قبل ما تبعته للجامعة أو للمجلة اللي هتقيم البحث، وتبدأ إن أنت تفحصه على الموقع، بيبدأ يفحص لك القواعد والإملاءات. خلي بالك إن في بعض الجامعات بيبقى عندها برنامج بيبدأ يفحص الحاجة قبل ما يبعتوها لدكتور يراجعها، فلو أنت عندك أخطاء كتيرة بيرفضها تماما وما بيقبلهاش. تدقيق لغوي بيخليك تحسن الكتابة، في بلجاريزم كشف انتحال اللي يبدأ ينبهك إذا كان في اكتباسات كتيرة. هو بتخزن معايا 10 مليار وثيقة، ما بيطلبش منك إن أنت تسطب أي حاجة عندك، وبيديك النتائج على طول. يبدأ يقول لك والله في أخطاء أهي، حاول إن أنت تصلحها، ويديك نصائح عشان تحسن الكتابة. والموقع سهل جدا في الاستخدام، فهو مفيد جدا للطلبة والكتاب اللي عايزين يحسنوا الخدمة بتاعتهم. خلينا نوقف على الكوكيز. هتلاقي هنا جرامر تشيكر، هتلاقي رايتنج سجست، يبدأ يقترح عليك بعض التعديلات. كل اللي احنا هنعمله ان احنا بس هنعمل الحساب، وبعد كده تختار البلان بتاعك، هل هو هيكون بالشهري ولا هيكون بالانيوال، وبعد كده تدفع فلوس، وبعد كده تبدأ تستخدم الخدمة. في بيبر تشيكر وفي بلاجاريزم تشيكر، ودي الريسورس اللي موجودة.